لا يمكن أبدا أن نفصل الدين عن الدولة في المغرب. أول صفة هي التواضع. لم ينخرط معنا أي شخص يتعالى على المغاربة. نقول هذا حزب أبناء الشعب الفقراء، لأن هذه الأطر وأنا واحد منهم، نحن استثمرت فينا عائلاتنا الفقيرة. الإمام الغزالي عندما يعرف السياسة، وهو ليس علمانيا، عندما يعرف السياسة يقول: هي تدبير معاش الناس من مأكل وملبس ومسكن ومشرب. هذا الإمام الغزالي، بمعنى أنه يعرف ما هي وظيفة السياسة. إذا الخليفة، هذا الخليفة أعطى وعدة ديال المواصفات، ونحسبوها ونشوفوا. قال احنا لا نشغلنا. الخليفة قالوا عالم ومربي ومجاهد وزادوا يكون من أهل البيت، وزادوا يكون حافظ كتاب الله، وزادوا يكون ضابط اللغة العربية، وزادوا يكون عنده جماعة ماشي بوحده، وزادوا يكون مبشر يوم البشرى وإياد باين موضوعه، وزادوا يكون مجتهد مبعوث مجدي، يكون عنده أدوات ديال الاجتهاد، وزادوا أشنو غادي يزيدو في هادشي كلو من بعد؟ شنو إذا قلنا عالم مربي مجاهد مجتهد مبعوث من أهل البيت حافظ كتاب الله ضابط اللغة العربية له جماعة ومشار أشنو عنده يقين وسعي، عنده يقين في الخلافة، عنده يقين في الخلافة، ماشي زعما عنده غير خلافة خرافة ولا ما كايناش ولا غادي يجيب الله تعالى شي زمان يكون يقول في الخلافة كاينة، هذا فعل الخلافة وأراد الله تعالى وتعالى هذا بأيدينا، نسأل الله أن ينزل قدره، هات يدك يا سحاب، أو كيما لا تزعف سلام، عالم ولا ماشي عالم، موفي ولا ماشي موفي، مجاهد ولا ماشي مجاهد، كلمة حق عند سلطان الجائر ومذكرة لمن يهمهم الأمر. شريف ولا ماشي شريف؟ شريف، إيه زبط طو، مطوينا. مجتهد ولا ماشي مجتهد؟ مجتهد مجدد، مبشر ولا ماشي مبشر؟ مبشر ما لا عين رأت ولا سمعت. اللغة العربية ضابطة ولا ما ضابطاش؟ ضابطة. جامعة كاينة ولا ما كايناش؟ كاينة. ايوا تبقى يقين وتعمل يقين عند الشيخ تقول ثلاث من الخلافة وقال أمني كنبوعد وما كاين واحد يتحدث عن، كان يتحدث فقط عن الأستاذ عبد السلام ياسين كذا، تتوفر فيه الشروط التي يجب أن تتوفر فيه، وكان يعتقد بأن تلك الشروط توفرت في الأستاذ عبد السلام ياسين، بمعنى آخر أن السيموني الرقريقي لم يفهم مشروع الأستاذ عبد السلام ياسين. وأنا كنت قد
فصلت في ذلك في كتاب حول ما معنى يعني متى ستقام دولة الخلافة. في كتاب كنت أصدرته في 1995 جماعة العدل والإحسان قراءة في المسارات. تصور بأن منير الرقادي يتحدث يقول لهم الآن نحن في الحي، إنسان حي المحمدي بارتباط باسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هذه الصفات كذا، في من تتوفر هذه الصفات فالكل يقول له في السيد سلام ياسين. يعني حتى راه هناك كان إشكال. أنا أشرت، سأعطيك مثال آخر، أعطيك ذلك الإشكال الذي يجده أحيانا باحث فيما يتعلق بالتعاطي مع كتابة ياسين. أنا كنت عضوا في لجنة مناقشة أطروحة السي محمد البشيري رحمه الله، وبحضور أعضاء مجلس الإرشاد في كلية الحقوق بالدار البيضاء. عندما قرأت الأطروحة تجاوزا، لأن كانت أطروحة مملوءة بالإيديولوجيا حول حقوق المرأة ولم تخدم يعني ولن تخدم مصالح وأهداف الجماعة، لأن لاحظت أن يعني من ضمن الملاحظات قلت له بأنك، وكتب في أطروحته بأنه ضد الاجتهاد الجماعي وينتقد الأستاذ الخمليشي المعروف الذي أصبح مدير الدار الحديث الحسنية، معروف بدراسته وبحثه. الأستاذ الخمليشي قال بأننا في عصر لم يعد الاجتهاد الفردي من اختصاص الفقيه فقط، ليس لأنك مطلعا على النصوص الشرعية بإمكانك أن تفتي، لأن هناك فقه الشرع وهناك فقه الواقع، الأوضاع تغيرت. إذن عندما نرغب في إصدار فتوى ينبغي أن يحضر الفقيه وعالم الاجتماع وعالم الاقتصاد وعالم السياسة إلى آخره. فالسيل محمد البشيري ينتقده ويقول بأن هذا الكلام غراء إلى آخره. بماذا أجبته خلال المناقشة؟ أجبته بكتاب المنهاج النبوي للشيخ عبد السلام. قلت له هل قرأ أنت من قيادات الجماعة وتعتبر رجل ثاني، هل قرأت كتاب المنهاج النبوي؟ يعني هناك من بدأ يضحك أو أكيد بأنه قرأه. قلت له بأن الخمليشي هذه الفكرة موجودة، نشرها قبل يعني تحدث عنها الأستاذ في المنهاج النبوي، ونحن نعرف بأن فصول المنهاج النبوي كتبت في أولى أعداد مجلة الجماعة، ثم بعد ذلك جمعت تلك يعني ما كتب في مجلة الجماعة اللي تنشر في كتاب المنهاج النبوي. معنى أن فكرة الأستاذ عبد السلام ياسين حول الاجتهاد الجماعي هي أقدم. ورغم ذلك بالنسبة كما قلت الأستاذ البشيري لا يؤمن بفكرة الاجتهاد، وينتقد الأستاذ الخمليشي علما بأن الأستاذ عبد السلام ياسين أو أن الفكرة هي أصلا موجودة في كتاب المنهاج النبوي. ولذلك أقول أحيانا كانت هناك إشكالات في الفهم وأنا أشرت إلى النموذج الصارخ منير الرقراقي في الحي المحمدي، يتحدث باعتبار أن المرشد العام آنذاك الجماعة هو تتوفر فيه كل مواصفات الخلاف، لا زلت لم توحد الجماعات الإسلامية، حتى إذا توحدت الجماعات ينبغي أن تصل إلى السلطة، ثم تلك الجماعات التي تصل إلى السلطة في كل دولة ينبغي أن تتوحد فيما بينها. لي كل هذه الشروط غائبة، ولكن رغم ذلك هو يتحدث عن الأستاذ عبد السلام ياسين باعتباره أنه تتوفر فيه كافة الشروط ليعلن نفسه خليفة يعني أو يعلن قيام نظام الخلافة الثانية على منهج النبوة. عندي دابا السؤال الرئيسي هو علاش القيادات ديال جماعة الإحسان مجلس الإرشاد وغيره علاش أولادهم بناتهم غائبين إطلاقا على تنظيم، ما كاينش في التنظيم، كل واحد كيبني مستقبله
يعني اللي تيقرا تيقرا، اللي اللي تيدير شي حاجه كيبنيو المستقبل ديالهم، في المقابل كنشوفوا بانهم تيحاولوا يعني جاهدين باش يقنعوا الناس اللي ماشي ولادهم بمشروع ديال الخلافه على منهج النبوه. واش هذا يمكن يخلينا نفكروا بان هذه القياده ما مقتنعاش حتى بالمشروع؟ حاش اللي مقتنع بالمشروع المقربين او لا؟ نبدا بولادي وبناتي من الاولين نقنعهم بالمشروع. الا كان ولادك وبناتك تصيفطهم يقراو، ولاد عباد الله تتقول لهم اجيو غناضلو ونمشيو للحباسات ونموتوا من اجل تحقيق واحد المشروع ديال الخلافه على منهج النبوه. فشنو التفسير ديالك دكتور؟ لا هو تفسير تفسيرون عادي جدا. لماذا؟ لان نحن الان في مجتمعين مفتوح. الاسره ليست اسره منغلقه، بمعنى داخل الاسره الواحده قد تجد ابناء يعني تجد ابناء مرتبطين مثلا بالفكر اليساري، تجد أبناء آخرين مرتبطين بالتيار الإسلامي إلى آخره، لأن ليست الأسرة هي العامل الوحيد الذي يتحكم في تربية الأبناء. لأن الآن نحن نعرف بأن التربية تتدخل فيها وحتى الاختيارات تدخل فيها عوامل كثيرة. هذه مسألة معروفة، وأعطيك مثال أنه في المغرب داخل الأحزاب سياسية تجد داخل الأسرة تجد من ينتمي إلى حزب الاستقلال والآخر ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية. أحيانا تجد بأن عائلة واحدة، بل الذين في المغرب بأن الزوج ينتمي إلى الأحرار ضد حزب العدالة والتنمية، والمرأة والزوجة تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية. المهم إذا دخل، وبالفعل إذا دخلت إذا انتصر حزب العدالة زوجته تدخل ترشح للبرلمان وتستفيد وهو في المعارضة، ولكن إذا انتصر التجمع الوطني الأحرار فسيدخل إلى البرلمان وسيستفيد. فهذه مسألة عادية جدا، لأن كما قلت هذا سلوك عام، لذلك لا يمكن أن نلزم أو أن نقول بأننا داخل أسرة مغلقة وبأن الأب هو الذي يفرض الخيارات. كان هناك احيانا حتى في فلسطين، مثلا في فلسطين كان احد قيادات حماس ابنه تنصر اعتنق المسيحيه، ففوجئ الجميع كيف انت من قيادات حركه حماس وتدافع عن الاسلام وتنشر الدعوه ولم تتمكن حتى من اقناع ابنك ليس كما قلت بالابتعاد عن الحركه التيار الإسلامي، بل خرج من الإسلام وتنصر. أنا أريد أن أرجع إلى ما أشرت إليه. كنت ألتقي بالسي البشيري في يعني قبل وفاته يعني مباشرة بعد طرده. أنا كنت أعرفه كما قلت منذ بداية التسعينات، وزار منزلي رفقة السي فتح الله أرسلان، وكنت أزوره بحكم أنه مقيم في الدار البيضاء وأنا مقيم في الدار البيضاء. فعندما تم فصله أو طرده نهارت نفسيته، لأنه كان يشعر بأنه قام بكل شيء وبأنه بذل مجهودا كبيرا لبناء هذه الجماعة. لأنه وأقولها صراحة، أستاذ البشيري كان يعتبر نفسه هو مؤسس جماعة العدل والإحسان. يقول بأن ياسين لم يقم بأي شيء، كان في بعض الأشرطة آنذاك التسجيلات في ذوك الكاسات اللي كانوا تيدير تسجيلات، ولكن من قام بالتواصل مع الناس ومن جمع الأموال، لأن الجماعة لا يمكن أن تدبر أمورها بدون أموال. وكان السي البشير الحمو يقول لي بأن أنا الذي طبعا ليس هو الذي يمول الفصيل الطلابي، ولكن له قدرة على جمع الأموال، وكان يقول لي بأني أرسل أكياسا مملوءة بالمال للشيخ عبد السلام ياسين. هذا ما قاله، لذلك كان متضمرا، انهارت نفسيته.
وانا اشفقت عليه لان احسست بانه بالفعل واقول لك بانه بدا يتشكل لديه حقد على اعضاء مجلس الارشاد وعلى المرشد العام، وظهر ذلك واضحا في الشريطه التي نشرها، لدرجه انه حاول ان يقنعني انا بان هذه الجماعه ليست جماعه، انها كذبه كبرى. قلت له السي البشيري لعن الشيطان، وانت كنت دائما تتحدث لي عن الجماعه وعن قوتها وامدتني بالوثائق وكذا وكذا. قال، قلت له السي البشيري انا افهم واتفهم نفسيتك الان بالفعل، لان بالنسبه اليه كان يراهن على الجماعه، يعني ربط مستقبله بالجماعه. ففي لحظه معينه وجد نفسه خارج الجماعه، يعني لا ليس خارج الجماعه، انا ساقول لك شيئا اخر، اعطيت تعليمات لست ادري ممن لا يصلي وراءه اتباع الجماعه. قالها بلسان عظمت لساني في احد الاشرطه، ما تسلموا عليه، ما تهضروا معاه، ما تزوروه. قالها لي، وخاصه انه كان يصلي بالناس في مسجد ربيعه في ديك قرب محطه ولاد زيان. فرجل فكان يبحث عن مخرج، لم يلتزم الصمت. انا اعتقد لو التزم الصمت لكان افضل، لانه نشر شريطه كان من الصعب ان يحدث نوع من التراجع او يحدث نوع من التصالح بين الاستاذ عبد السلام ياسين وبين البشيري، لانه في اشرطته واستغله السلفيون، رغم ان السي البشيري كان زعماك سلفيا الميولات، وكان دائما ينتقد التوجه الصوفي للاستاذ عبد السلام ياسين.